وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكد السيد خالد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أكد أن عودة الحركة على جسر الملك فهد ستسهم في دفع عجلة التجارة البينية بين المملكتين الشقيقتين. عودة الحركة على الجسر من شأنها طبعا رفع معدل استقطاب التدفقات التجارية والاستثمارية مجددا بين البلدين. نعم. طبعا ودفع عجلة التجارة البينية بين البلدين إلى سابق عهدها قبل الجائحة. ولعل من أهم انعكاسات عودة فتح جسر الملك فهد هي زيادة معدلات النمو في قطاع الخاص البحريني المرهون بعودة ارتفاع معدلات الإنفاق الاستهلاكي، كذلك عودة الشركات الاستثمارية والصناعية. نعم. لرفع معدلاتها الإنتاجية بعد أن قامت بتخفيضها بسبب عوامل تداعية كوفيد 19 وما ترتب على ذلك من تأثيرات اقتصادية بسبب سياسات الإغلاق التي اتبعتها مختلف دول العالم بتخفيف من حجم الإصابة. نعم. القطاع الخاص البحريني يتطلع طبعا مزيد يتطلع إلى علاقات اقتصادية متكاملة وإقامة مزيد من المشاريع الاقتصادية المشتركة في المملكتين الشقيقتين لتضاعف معدلات التبادل التجاري بين البلدين وتسهم في تنمية الموارد الاقتصادية والحركة. نعم. التجارية بالشكل المأمول خلال الفترة القادمة.